السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم سعيد من مهرجان أوروبا الشرق للفيلم الوثائقي في دورته الثانية، حيث نستضيف في يومه الثالث الأستاذ منتصر مرعي عن الجزيرة الوثائقية لنتحدث معه عن مساره التدريبي في الجزيرة وعن عمله مع المخرجين الشباب. مرحبا بكم أستاذ منتصر. أولا، ماذا عن مساركم المهني في تدريب الشباب سواء في القطاع الإعلامي أو في القطاع الوثائقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لكم على هذه الاستضافة، وأنا أشعر كثيرا بالحفاوة ليس في المهرجان فقط بل في المغرب يعني، وأنا أقدر ذلك كثيرا. بالنسبة للفيلم الوثائقي، أنا بدأت التدريب منذ عام 2005، وجاءت فكرة التدريب أنه إحنا في العالم العربي الجزيرة قطعت، كان في 2005 الجزيرة أكملت 9 سنوات تقريبا كان بالنسبة لي، وأصبحت لأول مرة في العالم العربي تجربة مختلفة عن التجارب اللي تعودنا عليها من المدارس الأوروبية والمدارس الأمريكية، وكان في رغبة إنه الشباب العربي متعطش وفي حاجة وفي فجوة بين الطلب الذين تخرجهم الجامعات وسوق العمل، وأيضا صناعة فيلم الوثائقي كانت يعني حديثة في العالم العربي. صناعة التلفزيون كانت إلى حد ما حديثة، خاصة في مجال الأخبار والبرامج الوثائقية والتلفزيونية، وأيضا صناعة الفيلم الوثائقي، فكان في حاجة وكان في تعطش، وبدأت تشكل خبرة في الجزيرة، خبرة تمثل مدرسة عربية مختلفة عما نراه في الغرب. ما هو المختلف في مدرسة الجزيرة الوثائقية، أو ما هي الإضافة التي قدمتها الجزيرة الوثائقية للمشهد العربي؟ الإضافة أنه دائما الخطاب الثقافي بما فيه الإعلام كان دائما متدفقا من الشمال الغني إلى الجنوب الفقير. أنا أتكلم عن الجنوب ثقافيا وليس جغرافيا، يعني دائما كل الأفلام التي نراها هي من إنتاج أوروبي أو أمريكي أو آسيوي. في العالم العربي إحنا في 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 قناة الجزيرة وفي أيضا قنوات عربية كانت ناجحة، بدأنا نقدم خطاب من الجنوب الثقافي إلى الشمال الغني، شيء يعبر عنا، نعم شيء يعبر عنا، خطاب مختلف، رؤية مختلفة للأحداث. يعني أنا كنت دائما أقول إحنا تعبنا من إنه دائما قد نجد أفلام وثائقية عن العالم العربي مثلا أو عن أفريقيا، ولكن دائما الذي يصنعها هو رجل آخر من أوروبا أجنبي لا يفهم لغتنا جيدا ولا يفهم ثقافتنا جيدا، ولنقول إنه اللي عملوه يعني الذي صنعوه كان جيدا ومتميزا، وإحنا يعني شاكرين لهم ما فعلوه، ولكن متى تحين الفرصة أنا أعبر عن نفسي، أنا أتناول قضاياي ومشاكلي وأحلامي وتحدياتي وما أعيش حولي، يعني أنا أريد الفرصة أن أنا لا أستمع، أريد أن أتكلم أيضا، أن أتحدث عن نفسي، أن أقدم ما يجري عني ومن حولي بلغتي وبعيني يعني. فصار في مدرسة جديدة تنطلق من العالم العربي برؤية مختلفة، بنفس عربي، بطعم ونكهة عربية مختلفة، وهذا كان مطلوب. وإحنا يعني أنا أحب أن نقبل كل شيء، يكون في تنوع، الآخر خليه موجود وأنا أيضا أكون موجود بنفس الوقت، لا أبقى فقط مستقبلا، يجب أن أرسل أيضا. الآن نود رأيك عن مركز الجزيرة للتدريب والإعلام، ما هي المشاريع المستقبلية، ما هي الأهداف التي ترمونها الآن خصوصا في هذه المرحلة التي يمر منها سواء الواقع العربي أو الواقع العالمي وتشكيل الساحة السياسية الجديدة؟ طبعا مركز الجزيرة للتدريب من أكثر الدورات التي يعطيها أهمية كبيرة هي دورة صناعة الفيلم الوثائقي، وهي تتفاوت من 15 يوما أحيانا تصل إلى 40 يوما، وأحيانا الدورة تتفوق على كثير من التعليم الأكاديمي الذي يحصله الطلاب في الجامعات، لأنها يعني تقدم يعني شيئا وسطا ما بين التعليم الأكاديمي النظري والتطبيق العملي. وأيضا التدريب في مركز الجزيرة يعطي حصيلة خبرة الجزيرة الخاصة المختلفة عن التجارب الأخرى في العالم سواء في أوروبا أو في أمريكا، وأعتقد أنه مركز الجزيرة للتدريب الفكرة أنه يعني لم يترك الناس، يعني لا يترك الناس حتى يأتوا من أجل التدريب، ويذهب إلى الناس ويجعل موضوع التدريب والتدريس متاحا وفي متناولهم. إحنا نعرف الآن في صعوبات في التدريس من حيث أولا قيمة التدريس في العالم العربي أحيانا يكون ضعيف في مجال الفيلم الوثائقي، وأيضا من حيث أنه الإمكانيات المادية يعني هو مكلف بشكل عام. في الجزيرة الوثائقية يعني في مركز الجزيرة للتدريب نحاول أنه نجعل التعليم في مجال الفيلم الوثائقي متاحا وسهل الناس، وأيضا نختصر مسافات كثيرة قد لا يحتاج إليها ممن لا يستطيع أن يذهب إلى الجامعة أو ذهب إلى الجامعة ويريد أن يطور مهاراته من واقع التجربة العملية. بالحديث عن الجزيرة الوثائقية، ماذا بعد الحراك العربي، الحرب على غزة، إن وصل الفيلم الوثائقي في التعاطي مع هذه الأمور الراهنة؟
حقيقة يعني شبكة الجزيرة بشكل عام وقناة الجزيرة والجزيرة الوثائقية يعني منذ فترة طويلة يعني كانت متابعة للشأن العربي بشكل كبير وبالتفاصيل أحيانا، ولما كانت تأتي فترات الحروب كان في اهتمام أكبر سواء من حيث مواكبة الحدث بطريقة مختلفة، بمعنى أن الأخبار إيقاعها سريع دائما في تناول الأحداث والتفاصيل. مثلا لما نستمع عن الشهداء في غزة احنا نستمع مجرد أرقام، لكن يأتي دور الفيلم الوثائقي في أنه يعطي عمقا ويكمل الأخبار. نحن لا نعرف أنه هذا الذي مثلا استشهد في ذلك اليوم كان شابا مثلنا، يعني عنده أحلام وعنده خطط أن يكمل دراسته الجامعية، أن يتزوج، أن يبني أسرة، أن يحقق إنجازات في الحياة، ولكن انتهت أحلام هذا الشاب بسبب العدوان الإسرائيلي. المشهد العربي الوثائقي، نعم، أين وصل اليوم؟ ما هي التحديات التي يواجهها سواء للنهوض بالمواضيع التاريخية، المواضيع الثقافية، الاجتماعية، الحفاظ على الهوية الذاتية للمجتمعات العربية؟ طبعا لا شك أنه في السنوات الخمس الأخيرة تحديدا تغير المشهد الوثائقي العربي، دعيني أقول يعني في تقدم حصل، في تغير المشهد من حيث في نشاط في الفيلم الوثائقي مختلف عما كان من سنوات قليلة، ولكن لا زالت توجد صعوبات وتحديات كثيرة، وهذا لا يعني أنه نحن نتراجع أو نتوقف، بمعنى أنه لا زالت هناك ثقافة الفيلم الوثائقي محدودة، يعني قليلين من يذهبوا إلى السينما لمشاهدة فيلم وثائقي. الفيلم الوثائقي لا يذهب إلى السينما، فقط أفلام الترفيه والسينمائية الخيالية مشاهدتها لا زالت يعني تحتاج إلى جهد أكبر من الجمهور حتى يدعم الفيلم الوثائقي، لأن الجمهور إذا لم يحتضن صناعة فيلم وثائقي، لم يحتضن صناعي فيلم وثائقي، لم يوفر التمويل، لم نخلق الثقافة بأنه أنا يمكن أن أشاهد فيلم وثائقي وأستمتع. الفيلم الوثائقي لا يعني أن أكون يعني فقط في 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 أجواء الحزن والبؤس، له أيضا متعة في الفرجة أيضا. والفيلم الوثائقي دائما قريب للمشاهدين لأنه لا يريهم الحياة مثل السينما كما يجب أن تكون، لا يريهم الحياة كما هي، يتناول أحلامهم وتحدياتهم أوجاعهم، فبحاجة إلى وقت، بحاجة لجهد أكبر، والجمهور مطالب أنه يحتضن الفيلم الوثائقي، يعطيه الدعم، لأنه المخرج الفيلم الوثائقي عندما ينتج الفيلم هو ينتج للجمهور، لا ينتج ليوضع في المكتبة أو في الأرشيف، بالتالي مشاهدة الجمهور وتضامنهم على الفيلم الوثائقي مهم، وأيضا مطالب من المخرج الفيلم الوثائقي أن يقدم شيء يحترم الجمهور ويحسن ذائقته، يعني يقنع الجمهور أن الفيلم الوثائقي جميل وممتع ومفيد بنفس الوقت. نعود إلى أصيلة المغرب، أصيلة الثقافة، وإلى مهرجان أوروبا الشرق للفيلم الوثائقي. نعم. بصفتكم تمثلون الجزيرة، نعم، لماذا اختارت الجزيرة أن تشارك في مثل هذه المهرجانات وأن تدعمها سواء بطاقمها التدريبي أو بمسارها سواء الثقافي أو التراكمي؟ لأني أنا أعتقد مشاركة الجزيرة عموما في مهرجان أوروبا والشرق جاءت بسبب قناعة تامة بفكرة المهرجان، لأنه دائما العالم يحفر خنادق ولا يبني الجسور، وفكرة المهرجان أنه أراد أن ينزل هذه المفردات التي نقرأها فقط في الصحف وفي النقاشات وفي المنتديات النخبوية عن التلاقي والحوار مع الآخر وقبول الناس، أنزلتها إلى الأرض، جعلتها واقعا معاش بين الناس، ليست فقط في دوائر النخبة والساسة والمثقفين، لا، أنزلتها على الأرض، خلتنا نتعايش، نعرف إيش معنات أن أتحاور مع الآخر، أني أقبله، أني أتسامح معه، أني أتفاهم معه، كيف معنى أن أبني الجسور ولا أحفر الخنادق؟ إن العالم الآن ينقسم يصطف، ولذلك احنا مقتنعين تماما بفكرة هذا المهرجان، وأنه مهرجان منتمي للشارع، للناس، جاء في وسط المدينة، العروض بين الناس، وليست مثل المهرجانات التي فقط تهتم بالسجادة الحمراء والأضواء والشهرة والنجمية، بالعكس، وهذا مهرجان كان واضحا أنه قريب من الناس، يشبههم، يعبر عنهم، وهذه الأشياء التي تحدث التأثير حقيقة وليست مهرجانات الأضواء والشهرة. بنظرتكم الوثائقية، ما هو تقييمكم للأفلام المشاركة؟ طبعاً تابعتم الأفلام المعروضة، أكيد لكم ملاحظات، لكن ما هي يعني ارتسامتكم بشكل عام حول الأفلام التي تشارك وتتنافس لتتوج في مهرجان أوروبا الشرق في دورته الثانية؟ الجميل في الأفلام من حيث الاختيار أنها متنوعة، يعني تغطي شريحة واسعة سواء ما يتعلق في أوروبا أو في العالم العربي أو حتى خارج، حتى العالم خارج أوروبا والعالم العربي، في تنوع طبعا، في أفلام جيدة جدا، في أفلام جيدة، وهذا التفاوت مطلوب أحيانا، ومع الوقت تتحسن الأمور، يعني مع التجربة والواقع ونستمع من الناس ونعرف الذائقة وأراء الناس وأراء المثقفين اللي شاركوا في المهرجان والمخرجين والصحفيين أيضا، تتحسن طبعا الخلطة اللي يحاول المهرجان أنه
يقدمها سواء للمشاهد أو للجمهور في العالم العربي. طيب أخيرا كلمة لكل محبي الأفلام الوثائقية، لكل المخرجين، لكل من يفكر يوما أن يدخل هذا المجال عن كفاءة لا عن حب فقط. نعم، الفيلم الوثائقي عالم جميل مرتبط بالشغف. كثيرين يعني بعض المهن، الناس تذهب إلى بعض المهن كالطب أو الهندسة من أجل الوضع المعيشي الأفضل. من يأتي الفيلم الوثائقي يأتي حبا فيه وشغفا فيه وحبا في الناس، لأن الفيلم الوثائقي لا يعبر عن المخرج فقط وليست عن أحلامه، بإنما المخرج دائما يتطلع إلى الناس، إلى أحلامهم، إلى مشاكلهم، إلى أوجاعهم، كيف أقدمها للآخرين، كيف أتعايش مع الناس. ففي في في تفاني بين أنا أعيش من أجل الآخر وإني لا أدخل هذا المجال إلا شغفا وحبا فيه، وثم تأتي قصة المعيشة ولقمة العيش لاحقا. طبعا في قطعة مميزة جدا وعالم جميل فيه المغامرة والإثارة والدهشة، وهم ملهم للناس ويستلهم من الناس، في عالم جميل قطعا. يعني طبعا شيء آخر نختتم به، أول أمس كان هناك افتتاح للجزيرة الوثائقية أو تتيل لورش ما بدار البيضاء هنا بالمغرب، هل هذا يدخل ضمن المشاريع المستقبلية لقناة الجزيرة الوثائقية؟ هل هناك من مشاريع أخرى ترومها الجزيرة الوثائقية لنهوض بالفيلم الوثائقي ودعمه سواء محليا أو وطنيا أو قوميا؟ أنا طبعا كلمني الزملاء في الجزيرة الوثائقية عن ما يقومون فيه في المغرب، هو عمل ممتاز حقيقة، وهذه يعني هي جولة لتعريف الناس أكثر بالعمل الوثائقي وبقناة الجزيرة الوثائقية وبجهود شبكة الجزيرة إجمالا فيما يتعلق بالفيلم الوثائقي. وبالمناسبة مختار المغرب كأول بلد، وهذا له وقع كبير يعني له دلالة مهمة جدا، لأن المغرب دائما فتح يعني المغرب كبلد يعني سواء الشعب أو الحكومة هو فتح قلبه للجزيرة وفتح قلبه للفن وفتح قلبه للثقافة حتى وإن اختلف معها، وهذا التنوع مقبول يعني. وأتصور أنها فرصة جميلة جدا لأنه في جمهور يحتضن الفيلم الوثائقي والجزيرة في المغرب، وأنا أعتقد أن الجزيرة مدينة لهذا الجمهور لهذا البلد. إذن شكرا أستاذ مرعي منتصر. كان معنا أستاذ منتصر مرعي من مدينة أصيلة الساحلية شمال المغرب من مهرجان أوروبا الشرق للفيلم الوثائقي في دورته الثانية. دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.